بارطاجيونا لايف خاوتي، بارطاجيونا لايف، ان شاء الله ندوكو التبريك، بارطاجيونا لايف خاوتي. بارطاجيونا لايف با بارطاجيونا لايف، بارطاجيونا لايف خوتي. أجواء رائعة يصنعها الجمهور الجزائري في القاهرة اليوم. أجواء رائعة، أجواء خرافية يصنعها الجمهور الجزائري الآن في ملعب 30 يونيو في القاهرة. بارطاجيونا لايف خوتي، بارطاجيونا لايف، بارطاجيونا لايف باش يصل لكل المناصرين. بارطاجيونا لايف، بارطاجيونا لايف في لي جروب خوتي. أجواء رائعة يصنعها الجمهور الجزائري الآن. بارطاجيونا لايف خوتي، بارطاجيونا لايف. بارطاجيونا لايف خوتي، بارطاج لايف، بارطاج بارطاج. بارطاج بارطاج. بارطاجيونا لايف خوتي. بارطاج لايف، بارطاج. Thank you.
بارتاج بارتاج خوتي بارتاج لايف. مبروك علينا التأهل والعقوبة إن شاء الله زدود ألف في الربع النهائي. ولا أنا الناس كامل راهي تحكي على قوة المنتخب الجزائري، وإن شاء الله نعلقوا النجمة الثانية وإن شاء الله نديروا كوب دافري. أجواء رائعة رائعة يسمعوا الجمهور الجزائري في هذه الأثناء خارج ملعب القاهرة. بارتاج لايف بارتاج. بارتاج بارتاج خالتي خاوتي بارتاج 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 ماكسيموم بارتاج هنا في لي جروب. اجواء رائعه يصنعها الجمهور الجزائري خارج ملعب القاهره الان. بارتاج بارتاج خوتي الماكسيموم. بارتاجي بارتاجي الماتش في الجروب.
خلونا في الجروب خوتي. بارتاجونا في الجروب في الجروب. كلمة الجمهور الجزائري. الجمهور الجزائري مش محتاج ان انا اقول له حاجة.
عايز اقول ان انتوا فرحتونا بعد ما كنا زعلانين جدا من امبارح. الحمد لله الجزائر فازت، الحمد لله ان شاء الله في النهائي ولا كوب دافريك 1 2 3 في بلجيكا. راحي منا عاد راحي منا عاد شوفوا نهائي تونسي جزائري ان شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله نروحوا لنا في نهار ونعلقوا النجمه الثانيه هنا في مصر ونحتفلوا نحتفلوا حفله كبيره ان شاء الله. هو في البرازيلي وشكرا لكم. توا اليوم ربحنا وان شاء الله توا نديو الكاس وان شاء الله توا برشا. السلام عليكم، مبروك علينا الفوز الثلاثية مقابل صفر، فوز كبير فوز صحيح. شكرا للاعبين والطاقم ان شاء الله مزيد من التألق والنجاح وان شاء الله تتعيد بهذه الكاس. تحية للشعب الجزائري وتحية للشعب المصري على مشاركته. لا لا بارك الله فيك. اشكر الفريق الوطني اللي ادى ما عليه اليوم. اليوم الحمد لله كان الفوز تاعو بالاداء والنتيجة وان شاء الله نروحوا خطوة بخطوة حتى النهائي. ولما انا نشوفوا التوفيق وسبعة ان شاء الله ربي يوفقهم قدوة وتلاقوا في الفينال ان شاء الله. بصح نديها للجزائر ان شاء الله يا ربي. صح الحمد لله فوز اداء ونتيجه. نشكر اللاعبين ونشكر الطاقم الفني ونشكر الجماهير اللي ادت وش عليها. وتحيه لاخواتنا التوانسه اللي كانوا معنا، بارك الله فيكم. تحيه الجزائر. الحمد لله هذا الانتصار يثبت ان المنتخب الوطني قوي واداء يعني راه بقوه ان شاء الله اللي تستويج بهذا الكاس. وهذه هي فرصه الجزائر ان شاء الله اللي تستويج بالنجمه الثانيه. المدرب جمال في الماضي الحمد لله مدرب محنك وثقتنا كبيره فيه، ثقتنا كبيره فيه وهو ان شاء الله اللي راح يجيب النجمه الثانيه. وشكرا للاعبين وتحيه الجزائر. السلام عليكم.